الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المحاضرة هذه هي Artificial Intelligence، راح ناخذ الماكرو ديسيشن بروسيس. نعتمد عليه من نعتمد على المحاضرات أو الPPT اللي هي CS188، اللي هي Artificial Intelligence Macro Decision Process، اللي هي هذه الجامعة مالتهم هو اللي هي جامعة كاليفورنيا، اللي هو يعني هذه السلايد هم مالتها، يعني يعتمد على هذه السلايد اللي هي CS188، اللي هو هذا الشخص. طيب هنا الماكرو ديسيجن بروسيس، هذا هو ماركوف سنة 1922. يعني نقول احنا اذا سند ستيت زيرو، مثلا هاي ستيت زيرو وستيت زيرو وستيت واحد ستيت اثنين ثلاثة الى ان نصل الى ستيت تي زائد واحد. الستيت تي زائد واحد تعتمد على اللي قبلها، يعني هذه الستيت هي الاس برايم جيفن اس تي اس، والاكشن هو اي، يعني يعتمد على بس اخر واحد، بس هذا بس هذا بس يعني هذا منه هو الماركوف، هو النظرية مالته هيك الشيء. طيب هو يريد يحكي هنا what is the Markov decision process، state transition model is Markov، اللي utility function is adaptive discount reward. هنا دا يشرح لنا عدة نقاط. النقطة الأولى يقول لك set من ال state، يا هالset من ال state اللي هي هاي مثلا 1 2 3 4، الستيت الستيت. بعدين الاكشن، الاكشن هو العمل، العمل الاكشن يعني اما مثلا هاي المتاهه اما الى الاعلى هذا اكشن، او الى الاسفل اكشن، او على اليمين او على اليسار، يعني فور اكشن عندنا على سبيل المثال. هذه التي هي ترانزيشن بروبابيلتي، يعني شنو احتماليه انه يذهب هو اب، وشنو احتماليه يروح بين اتجاه او اتجاه. إذا مثلا هنا عندنا agent، الagent يتحرك عدة مقامات، شنو احتمالية انه يروح لهذا المكان؟ احتمالية مثلا 80% يروح لهذا المكان، و 10% هنا و 10% هنا، هذه مسدودة على سبيل المثال، يعني مو 100% يروح. فهذا يسموه نعم يسموه نون ديترمينستك، يسموه نون ديترمينستك، مو ديترمينستك. ديترمينستك هو يعني اذا نقول هذا يذهب اب، يعني 100% يذهب اب، لكن نقول ديترمينستك احتمال 80% يذهب الى اب، و 10% هنا و 10% الى اخره. طيب اذا هذه هي البروبابيلتي ذات اي فروم اس ليز يقودنا الى الاس الجديده برايم الجديده اس برايم. طيب ريورد فانكشن، ريورد شنو؟ احنا بالستيت اس راح ناخذ الاكشن اي، وراح نروح وين؟ نروح للستيت الجديده ونحصل على شنو؟ نحصل على فد شيء اللي هو على سبيل المثال هنا زائد واحد، او هذه الجوهره، او قد نكون نحصل على هاي اللي هو يعني بالناقص واحد، نوقع بالحفره على سبيل المثال، او نار او فد شيء. اذا تكون هنالك ستيت start state وين قد نكون نبدي منه على سبيل المثال. هذه ما ممكن يصير بها شيء، يعني خلينا مكان صخره، وهذه بالناقص او نار او ينقص، وهذه الجوهره اللي نحصلها، احنا راح نمشي باتجاهات معينه. شوف ايش ينطينا بالريورد، بالريورد ينطينا مثلا هذا زائد واحد، هذا ناقص واحد، والباقي يكون بالناقص. ليش بالناقص؟ حتى يبقى فتره قليله، من يبقى فتره اكثر راح يتناقص الى غيره. إذا احنا نريد نخرج من هذه المتاهة بأسرع وقت ونحصل عليه على هذه الجوهرة حتى نقل. فهنالك يسمونه الجاما، الجاما اللي هو الديسكاونت فاكتور، ديسكاونت. طيب الريورد مثلا بالاس نوت اكو اي نوت، ونروح لوين؟ نروح للاس الجديدة اس 1، لكن من نعبر وحدة لأخرى راح يصير، راح يساعدنا جاما وبعد مضروبة بالاس A S1 A A1 S2، والأخرى
جاما أس 2 والأخرى جاما أس 3 وهكذا، وتقل يعني exponential تقل، فهي يسموها utility function، هي يسموها utility function. هذا هذا هو البوليسي. البوليسي هي السياسة أو خارطة الطريق اللي نروح بها، يعني قد يكون نروح بالشكل حتى نطلع على الأقل وقت نحصل على شنو maximum reward. يعني هذا الغرض من البوليسي. يعني هو البوليسي هو انتقال من ستيت إلى ستيت، بس ناخذ شنو، ناخذ أكشن معين وريورد معينة. طبعا هاي الريورد يسويها بالناقص، حتى لو كان بزايد كان يبقى يفتر ويجمع نقاط أكثر. يعني هذه الباي، الباي هي البوليسي، وباي اوبتيمال يعني هي احنا بالستيت الاس مثلا، وراح ناخذ الاكشن اي اللي يعطيني اوبتيمال بوليسي، يعني شنو راح نحصل على ماكسيمم اكسبكتد يوتيليتي اللي هو يسمونه الاوبتيمال بوليسي. طيب هنا سؤال، هل ناخذ هذه وناخذ هاي وناخذ هاي وناخذ هاي لو كل ناخذ واحد؟ واحنا دائما نفضل انه ناخذ الريورد وبيسرع وقت، ناخذ الريورد وبيسرع وقت. طيب هذا هم يعني ايضا في شيء ممكن، هنا انا جاما اس ما اعرف ايش هذا، وهنا انا جاما وهنا انا واحد، فالافضل شيء واحد ياخذ الماكسيمم من هذه الريورد ويسموه يوتيليتي اللي هو يكون بهذا الشكل. هذا سؤال على سبيل المثال، احنا بالاولى ناخذ ار، بالثانية ناخذ جاما في الار، وبالثالثة ناخذ جاما تربيع في الار. لو كان الجاما واحد فما راح يأثر، ليش؟ لأن يعني واحد هنا واحد تربيع ما راح، لكن الجاما لو كانت قليلة هنا الار، نفرض الار واحد وهنا نفرض 0.5 في واحد راح تصير 0.5 تربيع في واحد راح تقل أثر، يعني وتكون بهذا الشكل هي الاسكار. طيب نعطينا كوز هنا، هذا الكويز شنو حله؟ ايش يقول هو؟ يقول احنا عندنا اكشن ايست او ويست اند اكزيت، يعني لو نمشي بهالاتجاه لو نمشي بهالاتجاه لو نخرج منا او نخرج منا. طيب ايش فارض بالكويز رقم واحد؟ يقول الجاما تساوي واحد، الجاما تساوي واحد يعني اذا كنا هنا وخرجنا فراح ناخذ العشرة، إذا كنا هنا وخرجنا ناخذ 10، هنا خرجنا ناخذ 10، هنا ناخذ 10، وهنا ومشينا في الاتجاه، إذا هذا هو الاكزيت، هذا هو نقدر نقول عليه الاكزيت، وهذا هو الاكزيت، هذا الاخر ايضا الاكزيت. إذا خرجنا منه راح ناخذ واحد، بس احنا ليش ماخذين واحد؟ ناخذ 10، إذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أول واحد، يعني هذا هو الاكزيت، هذا هو الاكزيت، وناخذ سهم في الاتجاه. وسهم آخر بهذا الاتجاه وسهم آخر بهذا الاتجاه، أعتقد وهنا بالأخير إكسس. إذا هذا هو حل السؤال، هي هاي الأوبتيمال بوليسي. حتى هذا الواحد ممكن إنه نأخذ ليه؟ لأنه الواحد في الجاما ما يأثر، يعني زي طبق زي طبق هاي المعادلة، هي هاي المعادلة. طيب أو هاي المعادلة يوتيليتي، هذا يكون معادلة أخرى هنا. من معادلة اليوتيليتي أعتقد هاي المعادلة. طيب هذا الكوز الأول. الكوز الثاني، إذا كانت الألفا بوينت واحد إذا خرجنا منها راح يأخذ 10، لكن إذا كنا هنا بهذه وخرجنا راح نأخذ خطوة واحدة، فش راح يصير؟ راح يصير بوينت واحد في 10. طيب إذا هنا هنا كنا بوينت واحد تربيع في 10، طيب إذا كنا هنا بوينت واحد أس 3 في 10 بهالاتجاه. طيب ياهو الأحسن نخرج، احنا نحسب حساب ياهو الأحسن ايش قدرينا، راح نحسب مثلا كنا هنا بوينت واحد في 10 يطلع واحد، إذا خرجنا منا ناخذ واحد، إذا خرجنا منا ناخذ 10، إذا كنا هنا وردنا نخرج بالبي ونريد نخرج ايش راح يكون؟ راح يكون بوينت واحد في 10 ويساوي لنا واحد، اذا كنا هنا يكون بوينت واحد تربيع، بوينت واحد تربيع ومضروب في 10 بوينت واحد تربيع. اذا اعتقد انه
يعني الإكزيت مالتها يعني راح يصير بهالشكل، يعني إذا كنا هنا هالشكل، يعني هذا هالشكل وهذا هالشكل وهذا إيه وهذا إيه، يعني هيك راح يصير الحل مالتهم. طيب إذا كان الحل الثالث شنو؟ الحل الثالث يقول أنت في دي، خلينا نفرض هي هو هذا أي، هذا بي، هذا سي، هذا دي، يعني أي فرض هذا بي، أي، بي، سي، أي، بي، سي، دي، ماشي هذا بي. إذا أنت كنت بدي مثلا أو أي مكان يحدد لك وتريد تخرج دي من دي هنا، هنا راح يتحرك خطوة خطوتين ثلاث خطوات، ثلاث خطوات يعني معناتها شنو؟ معناتها بوينت واحد، بوينت واحد هو الجاما شبيهة أس ثلاثة مثلا في الأر في عشرة، وهنا شنو؟ هنا شنو؟ هنا مرة واحدة، إذا واحد واحد في الجاما، خلينا نسوي هاي جاما، يعني نفرض إحنا ما عندنا الجاما ما معلومة، خلينا نمسحها، هاي صارت مو حلوة، وهاي نمسحها، هاي نمسحها، طيب، وهنا نخلي جاما، إذا شنو راح يصير عندنا؟ جاما تختصر إلى الجاما. هنا تصير واحد على عشرة ويطلع القيمة مالتها أعتقد بوينت ثلاثة واحد ستة أعتقد مش ممتاز. طيب هذه افتهمناها هنا اليوتيليتي اوف ذا بوليسي. احنا هنا بالستيت، هنا اكو ستيت بالوسط يسموها كيو، يسموها كيو او شيء من قبل، وبعدين يريد الكيو كيو اوبتيمال، وبعدين يريد البي والاخر، وهذه هي الستيت البرايم، خلينا نجرب نقول نسميها ستيت برايم، نفس الشيء يعني ما بده يخلق كل شيء، بيحط الباي، باي هي البوليسي، واليو هي اليوتيليتي، وما اعرف ما اقصد شيء جديد في الموضوع. طيب هنا يقول انا اريد اوجد الكيو اوبتيمال، شلون اوجد الكيو اوبتيمال هنا؟ الكيو اوبتيمال الكيو اوبتيمال والـ V، نريد نشوف شنو العلاقة بيناتهم، وهو بالنتيجة تعطيني utility maximum. طيب هذه هي الـ Q state، وهذه الـ transition اللي نسميها state، وهذه هي الـ state البداية، يعني ما يجي فد شيء، هو يريد يوصل، يريد يوصل إلى أنه شلون يحل بالمان equation، مثلا هذا الـ U max يساوي النهاية. هاي هي الـ transition probability، هنا الـR، وهنا الجاما، وهنا اليو القديمة أو اليو الجديدة. طيب بعدين من نريد maximum الكيو هي تساوي هاي، وهذا اليو هو يساوي maximum للكيو، يطلع الـ value ويطلع الـ policy إلى آخره. طيب نشوف هنا، هنا شوف هنا maximum element maximum الهاي، خلينا نشوف maximum هاي شنو. احنا نريد ننفذ هاي المعادلة، هاي المعادلة هنا عندنا k يساوي صفر. طيب اذا كل شيء ماكو، k يساوي صفر، وهذا كلهم صفارة، وهاي الايتريشن، هاي الايتريشن رقم صفر، واتجاهات منتين اياها، وعندنا النويز بوينت 2، يعني والاتجاه الصحيح هو بوينت 8، الديسكاونت بوينت 9، اللايفن ريورد هو يساوي لنا شكل يساوي لنا صفر. طيب ايش نريد نسوي احنا؟ نريد نشوف الستيت رقم واحد او الكي يساوي لنا واحد، ايش راح يصير؟ راح يخلي ذني هذا الواحد وهذا ناقص واحد، ويقول افضل شيء احنا نتحرك بالاتجاهات هذه المعلومة. طيب بالكي اثنين وجد لنا هاي القيمة، هاي القيمة شلون وجدها؟ يقول افضل شيء هو يتحرك وين؟ يتحرك الى اليمين، ليش؟ حتى يخرج منها، حتى ياخذ الواحد، ولكن الواحد بها ديسكاونت، اذا 0.8 هنا الريورد، هذه هذا الريورد صفر زائد 0.9 اللي هو هي هاي الديسكاونت اللي هي الجاما مضروبه بالواحد، الواحد هو اي هذا
اللي هي وشن هو V هذا V optimal V هذا هو optimal V. طيب زائد بوينت واحد هنا صفر هنا زائد بوينت تسعة في صفر يعني هو شو يقول هو هنا كان إذا خلينا نقول هو راح يتحرك بهالاتجاه اللي هو بوينت 8 بهالاتجاه راح يلاقي صفر وبهالاتجاه راح يلاقي صفر صفر من وين؟ صفر هاي لأن هاي قيمة الصفر وهنا أيضا كانت قيمة الصفر يعني إحنا هنا ذا نحكي راح يتحرك بهالاتجاه ال V V1 يتحرك بهالاتجاه هذا ال V صفر ويتحرك بهالاتجاه هذا ال V صفر إذا نطلع لي الناتج بوينت 7-2. طيب الخطوة اللي بعدها شنو؟ الخطوة اللي بعدها أريد هاي القيمة وأريد هاي القيمة وأريد نحدد هاي القيمة. هاي القيمة شلون نطلعها؟ هاي القيمة شلون نطلعها؟ هاي القيمة شنو عنده؟ عنده هذا الاتجاه هذا يشتغل. إذا هذا الاتجاه هو يعني البوينت 8 نفسها الصفر نفسها البوينت 9 نفسها إيش راح يأخذ؟ راح يأخذ مكان الواحد راح يأخذ إيه هذا هنا راح يخلي لنا بوينت 7-2 ويضربهم يطلع شنو؟ يطلع قيمة أعتقد تطلع هذه بوينت 5-8 لكن هذا ممكن أن يروح بهالاتجاه ممكن أن يروح بهالاتجاه إذا راح بهالاتجاه إيش راح يصير؟ يعني بالضبط هو هذا إيه هذا في هذا راح يروح بهالاتجاه اذا راح بهالاتجاه ايش راح يلاقي هذا اللي هو راح ايضا 0.8 0.9 هنا راح يلاقي 0.7 لكن هنا راح يروح بهالاتجاه بس بيمن باحتماليه يعني مثلا 0.1 او مثلا بهالاتجاه 0.1 ايش راح يصير هذا 0.1 راح يصير بالناقص اذا راح تنقص القيمه وراح يكون 0.43 هذه احنا مسوينها يعني هالشكل يعني احدى الطالبات سوت لها فيريفاي اعتقد اللي هو هنا هذا هو الكي واحد وهنا ايش اوجدت هاي القيمه هذه أنا وجدت هذه القيمة ووجدت هذه القيمة. شلون وجدتها؟ مثل ما حكينا 0.8 وهنا خلت 0.7 وهنا 0.1 هنا ناقص 1 وهنا 0. إذا طلعت لي هاي القيمة وهاي القيمة وهاي القيمة. هاي القيمة أريد نحدثها هسه. شلون نحدثها ونطلعها؟ يعني هو بالبداية كانت 7-2 وشلون راح نطلعها 0.7-8 نشوف هنا التحديث مالت هذه 0.8 التحديث مال 0.8 ايش سوى؟ اخذ هاي القيم الجديدة هاي وهي هاي القيمة يعني القيم الجديدة قال 0.8 0.9 1 يعني شنو معناته؟ يعني معناته بهالشكل هو ده يحدث هاي القيمة هي ايش قد كانت 0.7 ده يحدث اذا هذه اول خطوة الخطوة الثانية 0.1 0.9 0.7 2 يعني هو من راح يروح بهالاتجاه فالاتجاه راح يبقى بنفس المكان إذا هو ياخذ 0.7 2 أخذ صح زائد 0.1 0.9 0 يعني هو راح يروح بهالاتجاه راح يروح بهالاتجاه ماشي إذا صار عنده التحديث هذا هو 0.7 8 اللي هو هذا طيب الحالة الثانية خلينا نشوف احنا مين اذا اوجدنا هاي اوجدنا حدثنا هاي الحالة الاخرى نريد نشوف هاي ايش راح يصير بها هذه راح تصير بهالاتجاه اللي هو 0.8 راح تنضرب بمن بالبوينت 9 وتنضرب بالبوينت 5 هذه وهذه ايضا ايش راح تنضرب هاي يعني راح يصير بهالاتجاه هو الصح والباقي صفارة اللي هو زقيد هذا يعني أيضا تضرب 0.9 في هاي القيمة في 0.8 لكن هذا من نجي ناخذه هذا راح ياخذ هذه وراح ياخذ هاي طيب خلينا نكمل نشوف هاي شو تطلع
اللي هي الكي 4 هنا راح يطلع لنا هذا الرقم وراح يطلع لنا هذا الرقم. نشوف شلون نستخدمهم. ناخذ الحل ايضا موجود, الحل ايضا موجود. نشوف ناخذ ان جي 2 طيب اللي هو كي 4 صحيح, يعني نجد لي هذه ونجد لي هذه. طيب ايش قال؟ قال 0.8 زائد 0 زائد 0 زائد 0.52. وين 0.52؟ 0.52 اللي نشوف اللي هي هاي 0.52. خلينا نشوف بعد 0.52 زائد شنو؟ زائد 0.1 هنا صفر وهذه صفر وتأثير. إذا فقط هاي مثل ما قلنا هذه شنو؟ اللي هي طالعة 31.8 بوينت كذا زائد خلينا ننتبه هنا أيضا هنا صفر وهنا أيضا صفر, يعني بس بهالاتجاه ماشي. طلعت 0.31. طيب بس شي حدث لازم حدث هذه وحدث هاي وحدث هاي. خلينا نشوف شو محدث لنا. هو محدث لنا هذه نسويها 0.88. طيب هي قد كانت؟ خلينا نشوفها 0.88 كانت 0.7 شلون حدثها 0.88. خلينا نشوف 0.3 هاي شلون حدثها هاي شلون حدثها. اذا راح نشوفها محلوله هنا. شو يقول هنا؟ اي هذه 0.83 يقول هو راح يتحرك 0.8 0.9 في الواحد, يعني هاي الحركة. هو ماخذ الجدول القبلة اللي هو كان هنا بيش قد يعني لحد الآن هو 1, وهنا الجدول قبلة اللي كانت 0.78 يعني معناته شنو؟ راح يروح في الاتجاه يتوقع ويروح بهالاتجاه اللي هو 0.43 كانت هنا 0.43. نشوفها صح 0.43 هذه 0.43. طيب اذا ايش راح يطلع؟ راح يحدث هاي وهكذا يحدث البقيه. نشوفهم هسه ايش حدثنا. حدثنا هاي, حدثنا 83 هاي اول وحده, حدثنا 83 اللي هي هاي. بعدين راح يحدث هذه وهذه اللي هو شلون يحدثهم؟ حدثهم ان 0.8 0.78 0.2 0.52. يعني شو ياخذ؟ يعني ياخذ اللي قبلها, اللي قبلها شنيا, اللي قبلها شنيا نشوف اللي هي هو ها نحكي على تحديث هذه تحديث هاي قبلها اللي هي 0.5 صحيح. 0.43 ايضا ما يحدث, يصير 0.51 يصير 0.51 مثل ما موجود اللي هو هذا وهذه 0.66. طيب اذا حدثهم واكمل تحديثهم. الخطوه اللي بعدها شنو؟ الخطوه اللي بعدها ايضا راح يستمر وراح يحدث. ايش راح يستمر؟ شو يسوي؟ راح يطلع هذه بنفس الطريقه, يطلع هاي. طبعا هاي راح ياخذ هذا بنظر الاعتبار وبعدين ناخذ هذا ويا هذا والبقية شنو؟ كلهم يحدثهم بنفس الطريقة اللي هو أيضا موجود الحل مالتهم في هذا السلايد. خلينا نقول اللي هو سلايد MD هذا هو حلالنا MD 2 ناخذ MD 3 MD 3 اللي هو هذا أيضا محدث عندي 3 اللي هو كي 5 يعني اللي هو حدثهم اللي طلع من هذا 0.13 وبعد طلع هذا القيمة وآخر واحد راح يطلع بي هذا بحدثهم وآخر واحد راح يطلع بي هو يطلع بي M4 هذا M4 اللي هو هذا يعني كان ثاني ما واضحة هنا 0.37. طيب بعد ذلك نشوف يعني هذه راح تطلع الى ان نوصل الى شنو؟ الى ان نوصل الى الكي يساوي 9 والكي يساوي 10 و11 يعني نوصل الى وين؟ الكي يساوي 100.
الكنيسة. طيب اكو عندنا فد شيء هنا نريد نضيفه اللي هو هنا خلنا نشوفه اللي هو هذا شلون نجد الكيو اوبتيمال؟ شلون نجد الكيو مثلا هذا على سبيل المثال هذا بناخذ هذا بهذا هذا بي 4 قيم 1 2 3 4 فاعلى وحده ياهو اعلى وحده هو هذا اعلى وحده شنو هو هذا فهذا هو معناته شنو معناته من ناخذ اعلى وحده من ذولا هذول كلهم كيو اعلى وحده من ذولا كيو معناته صار شنو صار بي اوبتيمال هذا صار بي اوبتيمال ونخليها وين خليها القيمة. طيب هاي نجمة يعني هذا البي اوبتيمال لكن هذا وهذا 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 هم كيو يعني احنا من نجي ناخذ هذا نقول هذا هو الكيو الكيو هي شنو بالستيت كيو هذا هو كيو بالستيت يا هي بالستيت هذه وبعدين واكشن وين اكشن باتجاه اليمين ناخذ غيرها مثلا ناخذ هاي شنو هذه نشوف يا هو الاعلى واحد مثلا 0.75 وين اتجاهها اتجاه هيك اذا هذا هو كيو باتجاه هيك كيو باتجاه هيك كيو باتجاه هيك كيو باتجاه هيك يعني ويا اكشن الكيو دائما شنو ويا اكشن حتى يبين لنا شنو يبين لنا الاوبتيمال خلينا نرجع هنا حتى نشوف يعني هذه الفرق بين الكيو والبي الكيو والبي اللي هي هنا اعتقد نشرحها هذا هو اليو زائد واحد وهذا قليل وبعد هذا الكيو فانكشن هاي الكيو فانكشن في هاي نفسها هنا انتبه هنا بيحطها على شنو على ماكسيمم للكيو هاي يعني ان الكيو راح تجي تدخل هنا هذه وين راح تدخل البي اعتقد البي هي تساوي الماكس للكيو ماكس بيها اكشن هنا كيو وكيو هنا تصير شيء اوبتيمال. طيب هنا نكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.